مشاهدي بلقيس أينما كنتم أهلا بكم. يتساءل الكثير عما فعلته الحكومة حتى الآن بعد عام من تشكيلها، فلا الوضع الأمني صار أفضل ولا التحسن الاقتصادي تحقق كما كان يأمل اليمنيون من ساكني المناطق المحررة على الأقل. تقول الحكومة أن ظروف الحرب والعراقيل التي تواجهها على جميع الاتجاهات تجعل إنجازاتها غير ملحوظة، وتشدد أنها حققت الكثير ولا تزال تفعل منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند ذكرى مرور عام على تشكيل الحكومة لنناقش إخفاقات الحكومة وما حققته خلال العام والمعوقات أمام أدائها في المناطق المحررة. بين تطلعات اليمنيين وما حققته الحكومة تظهر فجوة كبيرة لا يمكن ملؤها بالوعود التي تصرفها الحكومة في كل الاتجاهات. أزمة اقتصادية كارثية تبدو معالجات الحكومة غير قادرة على تلافيها بسبب ما فعلته الحرب وسلطة الميليشيا في صنعاء، فيما يبدو الملف الأمني أحد أبرز أوجه الإخفاق. فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على تحرير المحافظات الجنوبية وأجزاء واسعة من محافظة تعز، إلا أن عملية إعادة بناء المؤسسة الأمنية لا تزال تسير بشكل لا يتناسب مع حجم التحدي الذي تواجهه هذه المناطق. كثير من الملفات لا تزال تنتظر تحرك حكومي حقيقي لمعالجتها. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي للزميل كمال حيدرة. بعد عام من تشكيل حكومة بن داغر تبدو إنجازات الحكومة لا تتناسب مع تطلعات اللحظة، بينما تبرز ظروف اللحظة أيضا كأحد المعوقات التي تعلق عليها الحكومة أسباب عدم تحقيق الإنجازات المطلوبة. على الجانب الاقتصادي يبدو الإنجاز في حده الأدنى، فباستثناء إنجاز وحيد يتمثل بنقل البنك المركزي إلى عدن وإنقاذ ما تبقى من الاحتياطي النقدي، لم تستطع الحكومة توفير الظروف الملائمة لاستعادة النشاط الاقتصادي من العاصمة المؤقتة عدن. تلك الخطوة الإنقاذية تحولت إلى عبء على كاهل الحكومة التي لم تتمكن حتى اللحظة من استعادة كامل قدرات البنك وبياناته، فيما ترفض سلطة الميليشيا توريد إيرادات المحافظات التي تسيطر عليها، وتبقى الحكومة عاجزة عن توفير المرتبات بشكل دائم لموظفي الدولة، فيما تستمر بإرسال الوعود في كل الاتجاهات. على مسافة عام من تشكيل الحكومة وعودتها إلى الداخل، يبقى الملف الغائب الأبرز هو ملف تصدير النفط. فعلى الرغم من أن المحافظات النفطية تقع تحت سيطرة الحكومة، لا تزال عملية استئناف التصدير يلفها الغموض، فيما تظهر بين حين وآخر إشارات لاعتراضات دولية تعرقل مساعي الحكومة في استغلال نفطها لدعم الميزانية الخاوية. على الجانب الأمني طرأ تحسن طفيف على الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن المشكلة التي تواجه الحكومة في جميع المناطق المحررة هي عدم قدرتها حتى الآن على إعادة بناء المؤسسة الأمنية وأجهزتها، ما يجعل الوضع الأمني في هذه المحافظات مهدداً بالانحدار دائماً نحو الأسوأ على النحو القائم في تعز. كثير من الملفات لا تزال عالقة وتنتظر الإجابة العملية من الحكومة وأجهزتها، إلا أن الحكومة تستمر بإلقاء اللوم على الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها، فيما يبقى اليمنيون ينتظرون من الحكومة الخروج بهم من بين ركام مخلفات عامين من الحرب وإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي. نبدأ النقاش مع ضيفنا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. بعد مرور عام على تشكيل حكومة بن داغر، ما التقييم المناسب لأدائها؟ مساء الخير سامي، وتحية لجميع مشاهدينكم. شكرا لك. طبعا التقييم العام يبدو أنه محبط إلى حد كبير، أن هناك حالة من عدم الرضا العامة عن أداء الحكومة بشكل عام، وتحديدا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والشق الأمني، وإن كان الشق الاقتصادي هو الأساس. وكما ذكر في تقريركم تظل المشكلة الأساسية أن الدولة دون موارد حقيقية، وأهم مورد من هذه الموارد الذي هو مجمد حاليا هو قطاع النفط والغاز، الذي لم تستطع الحكومة حتى الآن من تفعيل هذا القطاع الذي يعد القطاع المحرك والمفتاح الأساسي للنشاط الاقتصادي بشكل عام ولدخل الحكومة بشكل خاص، لأنه بدون تفعيل هذا القطاع يبقى الحديث عن أي إنجازات حقيقية على الأرض غير واقعي، لأن جميع الموارد الضريبية والجمركية والرسوم وغيرها لا تتجاوز عمليا بعد الحرب
10 إلى 15% من النفقات الضرورية، وهي رواتب موظفي الدولة وتسيير أجهزتها الأساسية. ولهذا لا يمكن التعويل على هذه القطاع على أي قطاع آخر غير قطاع النفط والغاز. وما لم تحل الحكومة هذه المشكلة لن يكون هناك أي حلول، وستبقى أداءها عاجزة. طيب في نقطة تصدير النفط التي تم الإشارة إليها في التقرير وأيضا ركزت عليها في حديثك أستاذ عبد الناصر، هناك البعض يقول ويربط التعثر في هذا الملف أنه يعود إلى مجموعة من الأمور المفروضة من قبل القوى الخارجية. باعتقادك ما أسباب المنع أو وضع خطوط حمراء على الحكومة إذا كانت موجودة فيما يخص ملف تصدير النفط؟ يبدو هذا الملف فيه الكثير من التعقيد. أولا، معظم المناطق المنتجة للغاز وللنفط هي ليس تحت سيطرة الحكومة من الناحية النظرية. من الناحية الفعلية هناك تعدد سلطات وهناك تنازع اختصاصات بين الحكومة المركزية وبين المحافظات في المناطق التي ينتج منها هذا القطاع، وهذا يرجع بشكل أحد أسبابه إلى ما يسمى بالنظام الأقاليم الذي لم يصبح قانونيا ولا دستوريا وليس له أي أساس حتى الآن. ورغم ذلك المحافظات التي لديها النفط والغاز تطالب وتدعي بأنه يجب أن يكون لها دور وأن يكون لها حصة من ما ينتج وأن يكون لها الأولوية في تحديد أستاذنك أستاذ عبد الناصر. نشرك معنا السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف. أهلا بك أستاذ غمدان. بعد عام على تشكيل حكومة بن دغر، ما هي أبرز الإنجازات التي حققت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى جميع مشاهدين قناة بلقيس. ونحن نقترب من عام على تشكيل حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونتحدث عن الإنجازات. في الحديث سيطول كثيرا عن هذه الإنجازات. قبل عام من الآن لم يكن هناك رواتب تصرف، لم يكن هناك مستحقات للطلاب المبتعثين، لم يكن هناك حتى الأمن والاستقرار في هذه المحافظات. كانت الحكومة غائبة تماما عن الحضور. كانت هناك إنجازات كبيرة تحققت، من ضمنها عسكريا استعادة ميناء المخاء الذي قطع اليد الأولى لإيران بتهريب الأسلحة. نتكلم خدميا، قبل عام لم يكن هناك، في إطار حديثك عن النفط، الحكومة نجحت في إعادة تصدير النفط من المسيلة في محافظة حضرموت. طبعا بالنسبة لباقي المحافظات المحررة، نحن نؤكد أن جميع النفط موجود في المحافظات المحررة، ولكن هناك جزء كبير من النفط يتصدر عن طريق رأس عيسى، وهذا المنزل هو لحد اليوم تحت سيطرة. هي نقطة مهمة تحدثت بأستاذ غمدان، وربما ستكون محاور لهذا النقاش. تقول أنه القائمة ستطول عندما نتحدث عن إنجازات حكومة بن دغر، لكن في المقابل هناك من يرى ويقول ربما حديث يعكس ما قلته أن القائمة تطول للحديث عن إخفاقات هذه الحكومة. ما ردك؟ قلت إذا قارنا ما بين اليوم وما بين عام على حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في ظل عدم وجود إمكانيات، هم الذين أعداء النجاح وأعداء هذه الحكومة. هم نحن نؤكد نحن في تكسير في الحكومة، في ولكن ليس هذا خفقان، وإنما هذه الإخفاق يعود إلى عدم وجود الإمكانيات. الحكومة اليوم متواجدة على الأرض، اليوم تبسط 80%، تقدم كبير حققته عسكريا سياسيا دبلوماسيا. أين الإخفاق؟ يكمن في عودة الحكومة الشرعية وصرف مستحقات طلاب المبتعثين ورواتب الموظفين المدنيين والعسكريين. بل قامت الحكومة بإنهاء أزمة السيولة ونقل عمليات البنك المركزي وأرسلت الأموال إلى محافظات تحت سيطرة الإنقلابيين في ظل عدم وجود أي إمكانيات أو عدم وجود إيرادات. الحكومة الشرعية خلال الأعوام السابقة كانت ترسل إيرادات إلى صنعاء، إلى قبل الميليشيات الإنقلابية. اليوم الحوثيين وصالح لا يرسلون هذه الإيرادات،
أين الأخفاق طالما الحكومة طيب بلغة الأرقام كبيرة؟ بلغة الأرقام وبشكل سريع قبل أن أعود إلى ضيفي عبد الناصر المودع، نسبة الإيرادات التي هي تحت سيطرة الشرعية مقارنة بما هو تحت سيطرة الانقلابيين كأرقام، كم هي هذه النسبة؟ نسبة الأرقام التي تتوجد لدينا نحن خلال شهر إلى شهر ونص تجد الحكومة 100 مليون دولار من البترول ومثيلة، 30 مليون دولار شهريا يذهب كموازنة لشركة بترو مثيلة، وذلك من أجل إعادة التصدير ومن أجل تطوير هذه الخدمات. بالنسبة للإنقلابيين لم يعد لديهم إلا ميناء الحديدة فقط، وعن أي إيرادات؟ الإنقلابيين حصدوا 581 مليار من الإنقلابيين فرضوا رسوم إضافية على المواطن وعلى المؤسسات وعلى الشركات. الحكومة اليمنية إلى يومنا هذا لا تحصد إيرادات بخصوص الشركات الاتصالات والمصانع، لأنها كلها واقعة تحت سلطة الإنقلابيين، وهناك كثافة سكانية في هذه المحافظات. الحوثيين جنوا 581 مليار خلال الأشهر السابقة، الحكومة لم تجني هذه الأموال ولكنها على هذه الأموال القليلة التي تكاد زهيدة حاولت أن تصلح، أن تجد حلولا ولو كانت مؤقتة، ولكن لدينا في الحكومة مشاريع استراتيجية نأمل أن تنفذ قريبا، ولكن الحمد لله نحن راضين كل الرضا عن ما أنجزته الحكومة خلال العام رغم التكبير طيب الذي حدث. سأعود لك أستاذ غمدان، أعود لضيفي الأستاذ عبد الناصر المودع. إذن الأستاذ غمدان الشريف يقول أن الإخفاق الذي يراه البعض في أداء الحكومة هو مرتبط بالإمكانيات المتاحة لهذه الحكومة وأيضا الظروف والبيئة التي تعمل بها. يعني أنا لا أريد أن نحول الموضوع إلى سجال بيني وبين الأخ غمدان، لكن عندما يكون قبل عام لم يكن هناك رواتب، لا كان هناك رواتب، الرواتب كانت تصرف من صنعاء، وبالتالي هذا لا يعتبر إنجاز الحكومة. من حين ما توقفت صنعاء عن إنجاز الرواتب منذ حوالي 7 أشهر أو 6 أشهر لم تتمكن الحكومة من صرف رواتب غالبية موظفي الدولة، وما حدث أنها لكن حكومة صنعاء أستاذ عبد الناصر كانت تصرف الرواتب من الاحتياطي النقدي. لا هو هذا الكلام هو مش دقيق من الناحية الفعلية، هو مش من الاحتياط النقدي، كانت هي تستقرض، كان البنك المركزي عن طريق أذون الخزانة يستدين وتتحول هذه الديون إلى رواتب للموظفين، ولكن عندما وصل البنك المركزي أنه غير قادر حتى على سداد فوائد هذا الدين الذي وصل تقريبا إلى حدود 700 مليار ريال يفترض في العام أو أكثر من هذا المبلغ فقط الدين، أما حجم الدين وصل إلى حدود 4 تريليون فيها. طيب أستاذ عبد الناصر، إذا كان صرف الرواتب لا يعتبر إنجاز ونقطة تحسب لحكومة بن دغر، سلطة الأمر الواقع في صنعاء ما زال لديها إيرادات ولكنها تخلت عن مسؤوليتها فيما يخص صرف الرواتب لمن هم في منطقتها وتحت سيطرتها. خليني فقط أدي لك بلغة الأرقام ونعود إلى ميزانية 2014 آخر ميزانية. ميزانية 2014 كان إجمالي الإيرادات من الجمارك ومن الضرائب لا تتعدى 500 مليار ريال. هذا المبلغ بسبب الحرب بسبب الانكماش الاقتصادي، حتى لو استطاعوا الحوثيين وسلطة صنعاء أن تجني جميع المنافذ حق الجمهورية لا يتجاوز المبلغ في العام 250 مليار ريال، وهذا يعتبر مبلغ زهيد جدا لا يساوي 10% من ميزانية 2014. كان أيضا يأتي للدولة الفائض من الأرباح القطاعات التي تملكها الحكومة، هذا المبالغ كان تأتي منها 156 مليار ريال من البنك المركزي الذي هو أرباح البنك المركزي، هذا المبالغ أصبحت صفر، البنك المركزي لم يعد لديه أموال يستثمرها، وهي الاحتياط النقدي كان يستثمر الاحتياط النقدي بدون خزانة أمريكية وكان يحصل على هذا العائد إضافة لعوائد أخرى، لكنه لم يعد، وهو كان الأساس، كان إجمالي ما تحصل عليها الحكومة من فائض الأرباح هو 230 مليار تقريبا، أنا ما عنديش الأرقام بدقة ولكن بحدود 230 مليار، كان البنك المركزي 156 الذي أنا حافظ الرقم، وكان قطاع الاتصالات بحدود 20 أو 25 مليار، وقطاع البنوك الأخرى بحدود 15 مليار. إذن إجمالي هذه المدخلات أصبحت غير متاحة للحكومة.
فبدون النفط والغاز لا يمكن أن تحصل الحكومة على إيرادات حقيقية. لهذا السبب لا تظل الحكومة تردد هذه النغمة وهذا الكلام الغير صحيح بأنه الإيرادات لو ما يسلمون الإيرادات إحنا حنسلم الرواتب. حتى لو سلموا جميع الإيرادات من ميناء الحديدة ومن الرسوم والجمارك الذي بفرضوها في صنعاء أو بفرضوها في أي مكان، هذه الأموال لا تتجاوز في أفضل الأحوال في الشهر 10 مليار ريال، وهذا مبلغ لا يشكل إلا حدود طيب 12% من ما ينفق على الرواتب فقط. طيب في جانب الملف الأمني أيضا هو من الملفات المهمة فيما يتعلق بأداء الحكومة، ربما أنت أشرت إلى وجود بعض القصور في هذا الجانب، وأيضا آخرين ربما يركزوا على حالة عدم الاستقرار الموجودة حتى الآن في المناطق المحررة. البعض يقول ليس في باب الدفاع فقط وإنما كوجهة نظر أنه الحكومة الشرعية هي ورثت الآن جهاز أمني ربما ميت تماما، ومن الصعب استعادة دورها وتفعيل هذا الجهاز على النحو المطلوب في ظل حالة الحرب الحالية. يعني على القطاع على الجانب الأمني الحكومة فشلها ذريع. لو نأخذ مدينة عدن على سبيل المثال، ليس هناك من مؤسسات أمنية فعليا تتبع سلطة مركزية واحدة، هناك عدة قوى أمنية تتبع أشخاص أو جهات لا يمكن أن نعتبرها أنها تتبع السلطة الشرعية، سلطة الجمهورية اليمنية. حتى علم الجمهورية اليمنية لا يرفع في هذه المناطق ولا يعترفوا بأنهم يتبعون الجمهورية اليمنية. ومعك في عدن حوالي 4 قوى أمنية ليس لها علاقة بالجهاز الأمني والمؤسسات الأمنية الفعلية للدولة اليمنية. ولهذا هذا الملف فيه إخفاق واضح. حتى لو تحقق الأمن في عدن من خلال هذه الجهات، لكنه أمن ميليشياوي، أمن قطاعي، يعني إنك بتوزع الأمن، هذا الفريق يأخذ هذا المربع ويبسط الأمن فيه، وهذا يعمل نفس الشيء، هذا يسيطر على المطار، هذا يسيطر على الميناء، هذا يسيطر على المصفى، وهكذا. هذا مش شغل رسمي ولا هو شغل مؤسساتي. طيب هذا الكلام سأقوله للسكرتير الصحفي الرئيس الوزراء. شكرا جزيلا لك سعد. شكرا جزيلا لك سعد عبد الناصر. في تعز تفضل سعد عبد الناصر. نفس الشيء في تعز، المناطق التي أصبحت في مدينة تعز خارج سيطرة الحوثيين وصالح لم تقام فيها مؤسسات أمنية حقيقية، ولا زالت مقسمة تعز إلى مربعات أمنية للفصائل، وهذا إخفاق أيضا. بس أرجع أقول إن أهم إنجاز ممكن أن تعمله الحكومة، لأنه عندما نتكلم عن الجانب الأمني يبدو أنه أكبر من الحكومة وهذا من اختصاص الرئيس، لكن عندما نتكلم عن الجانب الاقتصادي أقول هناك فشل ذريع، وأهم فشل للحكومة هو عدم قدرتها على تفعيل البنك المركزي. وما دامت غير قادرة على تفعيل البنك المركزي فأي حديث عن أي إنجازات اقتصادية يعتبر هراء هراء وليس له أي قيمة فعلية. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان في الأردن. أعود إلى ضيفنا سكرتير الصحفي الرئيس الوزراء أستاذ غمدان. في نقطة الملف الأمني يرى الأستاذ عبد الناصر ويرى معه البعض أنه ربما هناك ما زال حالة من عدم الأمن والاستقرار هي مرتبطة بتعدد السلطات الأمنية في المناطق المحررة استشهد في عدن وما يحدث في تعز، ما ردك؟ أخي العزيز دعني أولا أعلق على مسألة الرواتب الذي أكد ضيفك أن الرواتب الحوثيين كانوا يرسلون الرواتب على مدى الأشهر السابقة، غير صحيح. الحوثيين خلال فترة وجود البنك المركزي في صنعاء لم يرسلوا الرواتب إلى عدن والمحافظات المحررة، هم كانوا يرسلون تعديدات مالية. هم خلال الفترة رغم أن لديهم احتياط 4 مليار و400 مليون دولار و400 مليار ريال، هم أرسلوا 10 مليار ريال فقط خلال الفترة هذا كاملة، وباقي المبالغ هم نهبوها. لا، وغير ذلك تم إيقاف الموازنة تشغيل المحافظات، وفيكم ترجعوا إلى هذه المحافظات التي. طيب هذه النقطة واضحة حتى نستفيد من الوقت، ردك فيما يخص الاختلالات الأمنية وتعدد، وأنه الوضع للأسف كما يقول البعض أصبح ميليشياوي أكثر في المناطق المحررة. الوضع في المحافظات المحررة اليوم تحسن كثيرا عما كان عليه قبل عام. كانت هناك اغتيالات، كان وجود تنظيم القاعدة في المكلة وفي عدن وفي أبين وفي شقوة وفي لحج. الحكومة من بعودتها من الوهلة الأولى
قامت بمحاربة هذا التنظيم القاعدي، أوجدت مؤسسة أمنية موحدة. غير صحيح هناك مؤسسات، صحيح لدينا هناك عدد من الأمن في محافظة الحرم، ولكنها جميعها تتبع السلطة الشرعية وتحت قيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي. ليس هناك قيادة أمنية خارجة عن السلطة الشرعية. طيب ما الذي يمنع أن تدمج وتكون تحت راية واحدة كل المؤسسة الأمنية للجمهورية اليمنية؟ ما الذي يمنع؟ كل السلطات الأمنية تتبع القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي وتحت توجيهاته. وجود ما زلنا في حرب، في حالة حرب، وجود الترتيبات الأمنية الحزام الأمني وإدارة الأمن هما في تنسيق واحد، والرئيس عبد الرب منصور هادي أصدر قرار تشكيل لجنة مشتركة اجتمعت هذه اللجنة وهي اليوم تمارس عملها كلجنة واحدة تحت لواء وزارة الداخلية. لدينا في بعض الصعوبات لا ننكرها في المجال الأمني، ولكن الأمن في المحافظات المحررة أكثر بكثير مما كان عليه قبل عام. الاغتيالات تلاشت أو تكاد اختفت، تنظيم القاعدة هناك مع وجود خلايا النائمة القليلة، ولكن الحمد لله نحن راضون كل الرضا مما تحقق من ناحية الأمن والاستقرار. طيب ونحن نبحث في أداء الحكومة والجانب الخدمي الذي تقدمه للمواطن، حتى الآن لا يشهد أي وجود للمؤسسات الحكومية الخدمية فروع لها في المناطق المحررة. ما الذي يمنع حتى الآن أن يتواجد المسؤولون المباشرون عن تقديم الخدمات للمواطنين في هذه المناطق؟ غير صحيح هذا عدم وجودهم. الحكومه موجوده في عدن وفاتحه مكاتبها، جميع الوزارات موجوده في العاصمه المؤقته عدن، الكهرباء، الماليه، البنك المركزي، الخدمه المدنيه، جميعهم في عدن. ولولا هذه الوزارات في عدن لما صرفت الرواتب ولما عملت الحكومه هذه الانجازات. وجود الحكومه موجوده في عدن وموجوده المكاتب في مكاتبها في عدن، رئيس الجمهورية موجود في عدن ورئيس الحكومة كذلك، الأمن في عدن تحسن كثيرا، كل الوزارات موجودة في عدن وتمارس عملها من العاصمة المؤقتة عدن. المنظمات الدولية هي الآن في العودة إلى العاصمة، يمكن موجودة كمباني لكن الأشخاص ما زالوا بين القاهرة والرياض وعديد من العواصم كوزراء، ولكن نواب الوزراء هم موجودين ووكلاء الوزراء هم موجودين. الوزراء يقومون بجولات زيارات، وهذا يعزز من الجانب الحكومي والملفات وبحث الملفات السياسية والإغاثية. طيب نستمع إلى رأي ضيفنا من المملكة المتحدة من شيفيلد، ينضم إلينا رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. أهلا بك دكتور عيدروس. بعد عام من تشكيل حكومة بن دغر، أين أخفقت الحكومة وأين نجحت من وجهة نظرك؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام ومشاهديكم الكرام. والحقيقة يعني السؤال كبير، أين نجحت؟ سؤال أين نجحت، أما أين أخفقت فالسؤال سهل، هي قد أخفقت في كل شيء. لكن لكي لا نكون جاحدين علينا أن نقر أولا بتحذير من المؤسف جدا أن الحكومة بكل طاقمها ليست في مستوى هذه التحديات. أما الاعتقاد على طريق معبد بالورود فلا، لكن الحقيقة أن الحكومة لم تكن عند مستوى الحد الأدنى من تطلعات الناس الذين كانوا يراهنون على حصول تغيرات يمكن أن يلمسوا تحسنا. أنا طبعا لا يعنيني أن يحضر الوزراء أو يغيبوا، ولا يعنيني أن هناك مباني أو لا توجد مباني يعنيني أن هناك كثافة موظفين الذين يشتغلون لدى هذه الحكومة. ما يعنيني أنا هو ماذا قدمت هذه الحكومة للمواطنين. الخدمات الطبية غائبة، الكهرباء تتقطع لعدة ساعات في اليوم الواحد لعدة مرات، الوقود منعدم. يعني باختصار شديد أهم مقومات وواجباتها تجاه المواطنين غائب. وبالتالي أنا مرارا كررت هذا المقولة أن الانتصار العسكري لا يعني شيئا ما لم يعزز بار اقتصادي. طيب دكتور عيدروس، وأنت تقيم أداء الحكومة وربما تركز كثيرا على الإخفاق في أدائها، هل أنت مراعي للظروف والبيئة التي تعمل في هذه الحكومة بالنسبة لحجم الإمكانيات والموارد المتاحة لها وأيضا دعم حلفائها في التحالف العربي لها؟ أنا أتصور أنه يعني نحن لا نتحدث عن متطلبات تعجيزية. لم نقل للحكومة أن تعمل لنا ما ليس ضروريا،
ابن عدن يطالب بالماء والكهرباء، يطالب بالمياه التي عرفها قبل 100 سنة، ويطالب بالكهرباء التي عرفتها عدن قبل 100 سنة ولم تنقطع طوال السنة إلا من يوم ما أتت شرعية علي عبد الله صالح طبعا ومن ورثها. وبالتالي يعني البنية التحتية، الوضع الأمني، الوضع الإداري، يعني القيام بالواجبات تجاه الناس ما يزال منعدما. أي حكومة لكي تكون حكومة شرعية شرعيتها تستمدها من حكومة الأخ بندقر للأسف الشديد لم تقدم الحد الأدنى. أقول لم تقدم الحد الأدنى مرفوع الرواتب. يعني الأخوان يتباهون أنهم سددوا للناس راتب شهر 10، هذه مفروض يخجلون أنفسهم أنه إلى الآن شهر 11 و12 ويناير وفبراير ومارس لم يصل إلى الناس. الناس تعودوا قضاء الشمال أنه يسلم راتبه 30 من كل شهر، وإذا تأخر تاريخ 5 من الشهر ننتظر شهر 10 لم يستلم، وفي موظفين لم يستلموا شهر 8 و7. طيب ما أنك أثرت هذه النقطة، عد ضيفي السكرتير الصحفي رئيس الوزراء أستاذ غمدان الشريف، نقطة مهمة موضوع الرواتب، ونود منك معرفة إلى أين وصل هذا الملف آخر ما تم فيه. يعني الآن تفاجأت أنه ما تعدونه إنجاز، أنتم تتحدثون عن أنكم صرفتم راتب شهر أكتوبر كما يقول دكتور عيدروس، أم راتب شهر مارس الأخير؟ عن أي إلى أين وصل هذا الملف؟ أخي العزيز أكد لك وفيك تطلع بالوثائق أن الحكومة صرفت رواتب شهر أكتوبر وشهر 11 وشهر 12 وشهر 1 وشهر 2، وجميع الموظفين المدنيين في المحافظات المحررة يستلمون رواتبهم نهاية كل شهر بانتظام. وفيك ترجع إلى وثائق وزارة المالية وتسأل جميع الموظفين الذين هم أصدق من الجميع في هذا الخصوص. الرواتب والمدنيين تصرف بانتظام، صرفنا جميع المتأخرات منذ شهر أكتوبر وحتى شهر يناير. الحكومة صرفت كل الرواتب المدنيين، وكذلك صرفنا رواتب المتقاعدين الذي نحب الميليشيات الحوثية. طيب كم عدد الموظفين الذين استلموا رواتبهم يعني بشكل كامل؟ لا توجد لدي أرقام، ولكن جميع الموظفين المدنيين في المحافظات المحررة وفي كل المؤسسات، وأكد لك إنهم جميعهم استلموا رواتبهم. الموظفين المدنيين في المحافظات المحررة في جميع حتى نهاية شهر 2 استلموا رواتبهم بكل، ومع كل نهاية شهر يستلم الراتب تاريخ 30 يستلم الراتب موظفة. وفيك ترجع إلى الإحصائيات وتسأل الموظفين في ذلك. هو المفروض عشان ما نرجعش نحن كوسائل إعلام لهذه الإحصائيات يفترض أنه يكون هناك شفافية وتنشر الحكومة هذه الوثائق. الآن تعددت منصات التي يمكن من خلالها نشرت هنا تقرير وزارة المالية، نشرت كل ذلك وأعلنتها عبر وسائل الإعلام. وفيك ترجع إلى وسائل الإعلام أن وزارة المالية صرفت جميع راتب الموظفين المدنيين في المحافظات المحررة حتى نهاية شهر فبراير. شكرا جزيلا لك غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء. أعود إلى ضيفي من بريطانيا الدكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس النقيب، ربما كان هناك توضيح عن موضوع الرواتب، ونحن نتحدث عن تقييم أداء الحكومة بشكل كامل. إذا ما نظرنا ربما إلى نقطة الجانب السياسي ربما والأداء السياسي، وإذا ما كان هناك فاعلية لهذه الحكومة أم لا، ما تقييمك لهذه النقطة؟ بشكل عام الحكومة تشتغل بما هو أقل من الحد الأدنى في كل الميادين. يعني أنا لا أدري ماذا تقصد بالسياسي، هل المقصود بذلك النشاط الدبلوماسي الخارجي؟ الحكومة تحظى بدعم دولي وإقليمي ممتاز، وتتوفر لها فرص لعمل جبار في هذا الميدان. مع ذلك الحقيقة يعني الإعلام والعمل الدبلوماسي وحدهما لا يكفيان إذا لم تكن الحكومة حاضرة في الميدان وتقوم بواجباتها تجاه المواطنين. المواطن لا يعنيه من هو الشرعي ومن هو غير الشرعي، لا يعنيه من هو حتى من هو على الحق من هو على الباطل، مع أن هذا المفهومان يتطلب يعني دراستهما يعني بهما باتصالهم بالناس. المواطن يعني من يقدم له الخدمات، من يوفر ضروريات الحياة التي هذه هي يعني من أولى أولويات أي حكومة محترمة في العالم. عندما يخرج المواطن فلا يلاقي دبة الغاز غاز الطبيخ، وعندما يحرك سيارته فلا يجد وقود، وعندما يذهب للمستشفى للعلاج فلا يجد طبيب ولا يجد دواء ولا يجد وسائل علاجية وتشخيصية.
يعني أن الحكومة غائبة حتى وإن كانت فيها 40 ولا 1000 وزير. طيب هذا شكرا. لا يعني المواطن، المواطن يريد أن يلمس ما تقدم الحكومة، أن يعيشه في حياته اليومية. شكرا لك دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة الزميل كمال حيدر، كونوا بخير.